أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إن شاء الله حنكون معاكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وحنرد عليكم كما عودناكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بعدي إلا المبشرات. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ونحن الآن في بنودع عام هجري وبنستقبل عام هجري جديد، كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. دروس المستفادة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تستفاد ايه من الهجرة؟ ايه اللي انت تستفاد وتتعلمه من هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودور الشباب اللي الرئيس السيسي بيتكلم عنه في دور الشباب، انه بيدي للشباب دور، اول من اعطى للشباب دور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة الى المدينة، يجعل سيدنا علي بن ابي طالب ينام في فراشه. عارفين ليه؟ علشان يؤدي الأمانات إلى أهلها. كان لقريش أمانات عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ساب سيدنا علي بن أبي طالب في فراشه علشان يؤدي الأمانات إلى أهلها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه أهل مكة وهو في الهجرة مهاجر، يقف على أطرافها ويبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الوطن من الإيمان. أول درس تستفاده من هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أن حب الوطن من الإيمان. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة وذهب إلى المدينة التي نورها الله بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفها وأعلاها مكانة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع مكة برؤية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة برؤية، يرى في الرؤية أنه فتح الله له مكة، فيصدق الحق على قول نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين قائلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كان عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة برؤيا. كل عام والأمة الإسلامية بخير وترابط وفتح وتمكين وأمن وأمان بمناسبة العام الهجري الجديد الذي استفدنا من أول درس من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب الوطن من الإيمان. وتستفاد ان انت مهما تختلف مع حد وليه امانات عندك لازم تردها، ما بالك بالصادق الامين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع سيدنا علي في فراشه ليؤدي الامانات الى اهلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. انت خايف من الحاجات اللي بتواجهك النهاردة من فيروس ومن كورونا وما شابه ذلك؟ اكسر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ناخد أم محمد من المنوفية، تفضلي. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ابني شاف رؤيتين عايز أقول. تفضلي، حاولي ترجعي لينا تاني يا محمد.
يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد ام احمد من اسوان. اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم فضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابني، كل سنه وانت طيب. نحن واياكم والمسلمين اجمعين. ممكن توطي التلفزيون شويه يا حاج ام احمد؟ ماشي يا ابني، ماشي حبيبي. اتفضلي. ماشي خلاص وطيته خالص. اتفضلي يا فندم. انا دايما بحلم وابني معايا في الحلم، بحلم بيه وهو صغير دايما، يعني سنه سنتين كده، ومره حلمت بيه وانا والداه وانا بولده. هو دلوقتي ما شاء الله اطول مني. ربنا يحميه ويبارك فيه. بسم الله ما شاء الله. الرؤية الثانية عندك ربنا يبارك فيه. الرؤية الثانية، أنا ابني الكبير حلمت وهو بيقرأ القرآن، بياكله القرآن كده كأنه في مول كده والناس كلها بتسمعه. نعم. وكان في آية الزواج في سورة البقرة، بيقرأ في سورة البقرة. اتفضلي يا فندم. شكرا يا فندم. تابعين. تابعين. ادعيله الله يبارك. ربي يحفظك ويبارك في أولادك يا رب. الطفل، أنا لما أشوف ابني يرجع صغير أو يرجع طفل، وقلنا في المحور قبل كده إن الطفل بشرى، فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام عليم. هذه بشرات إن ربنا بيحقق لك السعادة. وأما عن قراءة القرآن وقراءة سورة البقرة، قراءة القرآن ربنا بيقول إيه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لأن في حصن حصين، والبقرة لا تقربها السحرة، لا يدخل هذا البيت الشيطان. أنا في بيتي أبقى فاتح على إذاعة القرآن الكريم، القرآن في بيتي على طول. ربنا هيحفظني من الحسد ومن شر الإنس ومن شر الجن. وسماع القرآن فبشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلى وأعلم. أستاذة نورهان اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير والله الحمد لله. يا رب دايما، احنا على طول متابعين حضرتك أنا ووالدتي والله. ربنا يبارك فيكي، لأن عظيم الشرف تحت أمرك، ربي يبارك فيكي. ربنا يخلي حضرتك. أنت كمان. هو أنا كان عندي حاجتين بس كنت عايز أحكي لحضرتك عليهم. أنا بحلم أحلام وحشة جدا. يعني بحلم إن أفعى تفضل بصالي ويعني بتبرق لي تمام، ومتزينه كانها جسمها كله ده بينور لكن وشها شكله وحش تمام، وفار لونه زي الرمادي وكبير جدا، وقاعد عمال يجري ورايا في الشقه. يعني حلمت الحلمين دولت ورا بعض، ومن كام يوم حلمت ان في زي ابراص عماله في الشقه كتيره، وانا عماله يعني كل ما ادوس برجلي يبعدوا، كل ما ادوس برجلي يعني اخطر. طيب يا استاذه نوران خليكي معايا. خلاص تمام. خليكي معايا يا استاذه نوران، او تابعيني بورقه وقلم. لا انا مع حضرتك. طيب انا عايزك اذكار الصباح والمساء تحافظي عليها رقم واحد. تمام. وهتضيفي ليهم سوره الضحى 7 مرات صباحا و7 بعد العصر. تمام. والتمر اللي احنا بنشوفه عند اللي بيتباع عند الفكهاني ده. ايوه. التمر اللي زي العجوه ده اللي احنا بنبقى نفطر عليه في رمضان. تمام. انت عارفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ من تصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره سم ولا سحر في يومه. وحاكثر من الصلاه على سيدنا النبي. وقبل ما تنامي يا استاذه نورهان تقرأي إن أعطيناك الكوثر على قد ما تقدري، والله أعلى وأعلم. تفضلي. أستاذة هبة من سوهاج. أهلا، إزيك يا فضيلة الشيخ، عامل إيه؟ ربنا يبارك فيك، بخير يا فندم. ربي الله يبارك لك يا رب وصحتك وفي عمرك يا رب. نحن وإياكم المسلمين أجمعين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ معايا لو سمحت، بنت أختي هي بتعمل تنسيق للكلية بتاعتها. تفضلي.
هي عايزه تعمل، هي عايزه تدخل سياسه واقتصاد، وهي في القاهره يعني، هي الكليه في القاهره، فهي حلمت ان هي راحت الكليه في القاهره، وكان في كلاب كتير معاها، وفي واحد قال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ ما كنتيش جيتي هنا، كنت رحت من الطريق الثاني. رحت ايه؟ كده فهي متردده، كنت رحت السكه الثانيه او الطريق الثاني. هي متردده مش عارفه تروح ولا ما تروحش ولا تنسق فين بالظبط. هي من سوهاج اصلا، وهي الكليه في القاهره. وفي كليات في سوهاج تقبلها؟ في، بس مش هي، مش السياسه والاقتصاد، في كليات ثانيه غير السياسه والاقتصاد. تستخير ربنا ثاني وتكلمنا، لكن مفيش حجر على العلم. مفيش علامه او لا لا حاجة. العلم ربنا جعل الملائكه تسجد لسيدنا ادم بالعلم. ربنا قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. وما بعث الله نبيا الا وقال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. حتى في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. العلم نسود العالم بالعلم، تكون هناك الرفعة بالعلم. لكن لو كان هناك ما يناسب في مكانها، يبقى أنا أخذ الحاجة الأفضل، وممكن أن أنا أدخل الكلية اللي موجودة عندي في سوهاج، وممكن بالاجتهاد تبقى بنتنا دكتورة في نفس الكلية. لكل مجتهد نصيب، وكل اعملوا العمل فيه رفعة وفيه تمكين، ويسود الإنسان بالعلم، ونبلغ أعلى رفعة بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم، تكن حريص على التعليم في أبنائك، وأول حاجة تعلمهم تحفظهم القرآن عشان ربنا يحفظهم. تعلموا الصدق أبنائنا، وإحنا في بيوتنا نتعلمنا زمان في الكتاب، وكنا بنكتب. يمكن أنا كنت بتكلم بالأمس مع الحاج نصحي قورة، هذا الرجل الصالح، عن حب أهل البيت والعلم، وسيدنا الزاد بالعلم. قلت له إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. العلم لازم نكون حريصين، وحريصين على تحفيظ أولادنا القرآن. ناخد أم مريم من الدقهلية. تفضلي يا أم مريم. ازيك يا مشايخ؟ الله يبارك فيك يا فندم، الحمد لله بخير. أقول لحضرتك، أنا واحدة أنا مطلقة وجالي في المنام يعني إن جوزي وأمه قاعدين عندنا هنا، وست الله يرحمها هما اللي جاي يعني هما جايبين عشان يشوفوا عيالي. انت مطلقة ممكن تعودي ولا انفصلتي خالص؟ لا منفصلة خالص. طيب كملي. فالاطفال ولادي مش عايزين ايه يروحوا له خالص، قاعدين على الكنبة كده مش عايزين يروحوا له. استاذة ام مريم، وجوزك لما دخل البيت قدمت له أكل؟ لا ده هو كان داخل مقفول هو ومامته كده وشكلهم وحش. مش أكل معاكوا في البيت؟ لا خرجتي معاه لبيت تاني؟ لا طيب تابعيني يا أم مريم. البيت إلى كل شاب رسالة، إلى كل زوج. البيت هو مملكة المرأة. وقرن في بيوتكن، لا تخرجوهن من بيوتهن
إذا رأيت من مر من زوجتك إذا كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. لا يكرمهن إلا كريم، لا يهنهن إلا لئيم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة بيته وأهل بيته، لأمنا عائشة اللي بتتكلم، حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا. لماذا؟ لأنه مع الحق. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنا في بيتي في مشكلة، زوجتك اللي بتتصل بينا دلوقتي وانت دخلت البيت عندهم، والبيت والله جعل لكم من بيوتكم سكنا استقرار، يكون هناك استقرار. مراتك اللي انت طلقتها ومعاها الأولاد، أنا أعرف آلاف الناس يتمنى يدفع مئات الملايين علشان يكون عنده طفل واحد. دي نعمة تحافظ على بيوتنا، وده دليل أنه قد يكون هناك عودة، لأنه دخل البيت في استقرار. وأنا بنشدك من هنا في أول ليلة في السنة الهجرية، إن استطعت أن تذهب إلى بيت زوجتك وتعود بأولادك حتى يكون هناك استقرار وأمن وأمان، فافعل ذلك. ناخذ الأستاذة منى. تفضلي يا أستاذة منى. أستاذة منى من القاهرة، تفضلي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة منى. لو سمحت، أنا أخويا توفى يوم وقفة عرفات رحمة الله عليه. وطي التلفزيون يا حاجة منى بعد إذنك. حاضر حاضر يا فندم. أخويا توفى يوم وقفة عرفات رحمة الله عليه، وأنا من حوالي 4 أيام حلمت إن أنا بطلع كل يوم جمعة المعتاد يعني عشان لحد 40. فحلمت من حوالي 4 أيام إن أنا نايمة، إن في سرير في القرافة، هي حوش، وأنا نايمة صحيت لقيت نفسي هناك وجنبي بنتي. فصحيت كده قلت أنا بايتة هنا، وبس صحية إن أنا مرتاحة نفسيا وجسديا. ويعني بس هو النوم، يعني الحلم ده مروضني يعني غريب شوية. لا خير كويس. إنما أنت شفتي أخوك في الرؤية؟ لا، أنا في القرافة وهو تحت عادي. أنا ما أشوف أنت النوم يا أستاذة منى. ربنا قال في القرآن: ومن آياته منامكم بالليل، وقال على النوم اللي هو النعاس: إذ يغشيكم النعاس أمنة من إدراك أمن وأمان. والسرير أيوة في استقرار ورفعة، ده حتى ربنا قال فيها سرر مرفوعة. إن أنا لما أشوف إن أنا نايم يبقى يدركوا أمن وأمان. حتى ربنا لما ذكر في القرآن، وهذه في غزوة من الغزوات: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ده لا تدعو إلى الاستغراب أو القلق، هناك أمن وأمان تدركينه إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. الرسالة قبل ما ناخد اتصال تاني اللي كنت بتكلم فيها التربية والنشأة، ونحافظ وإحنا في بيوتنا. ابنك لو شافك لما تسمع الأذان بتصلي هيقتدي بيك. لو واحد خبط عليك البيت وقلت له قول له نايم، يبقى أول درس قلت تتعلم منك الكذب. لا، أنا موجود. الصدق في الحديث. نصاحب أولادنا في الطاعة. ممكن يكون رأيه إن أنا أشوره، رأيه يكون في حكمة. واللي قصة كنا بنتكلم عن الشباب ودور الشباب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا علي دور في الهجرة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
جعل الحب ابن الحب قبل وفاته قائد لجيوش المسلمين، وتحت قيادته كان سيدنا أبو بكر وهو خليفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر وهو الفاروق، كانوا يسمعون ويطيعون لأسامة بن زيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولاه. وسيدنا النبي يعطي الحب ابن الحب دور، ده دور الشباب اللي فخامة الرئيس بيقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الشباب اللي احنا بنشوفهم. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجعل مصر أمنا أمانا، وأن يجري الخير على يد هذا الرجل الصالح، اللهم آمين. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين معاكم تفسير رؤاكم وأحلامكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله، اللهم آمين. عندنا خمس فروض: الفجر، الظهر، العصر، والمغرب، والعشاء. في بين الأذان في اليوم خمس مرات وخمسة إقامة، ده كان برؤية، وحنقول لكم كان برؤية إزاي بعد ما نرد على الأستاذة فاطمة من الأليوبية. أستاذة فاطمة من الأليوبية تفضلي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون شوية يا حاجة فاطمة. حاضر حاضر، جام هوقف الصوت خالص. ايوه يا سيدي، اتفضلي يا فندم. والله انا حلمت ان انا في المدينه، اللهم صل على سيدنا محمد، واقفه يعني ظهري لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر، والحته اللي احنا يا دوبك بنقف على صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. كويس، ففي الساحه دي الواسعه واقفه بقول صلى الله عليه وسلم، لابسه انا ابيض فابيض، وبعدين عمال اقول لهم تعالوا تعالوا، مش انا اتجوزت الرسول؟ اتفضلي يا فندم. بس فعمال انادي على يعني اخواتي واصحابي في الحته اللي انا واقفه فيها. خليكي كل... معايا يا حاجه فاطمه، اتفضل، علشان نرد عليكي. وتعرفي معنى ايه ان انا اتجوز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. اولا وجودك في المدينه دوا النصر ليكي يا رب، وزوال هم وزوال هم ايه بتاعت الجوز مع الرد من وزوال هم ورضا من ربنا عليك واستجابة الدعوة. وتواجدي في مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة وتمام أمر وسعادة وفتح وتمكين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طب وإذا كان النكاح مفتاح الرزق، فأعلى درجات الرزق أن تري رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزق يأتيك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمان، هو أمن، هو سعادة، هو رحمة. والرزق شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة يا حاجة فاطمة على سيدنا النبي، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا في الدنيا، والآخرة تدركين شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واللبس الأبيض، وهذا في صحيح البخاري في قسم التعبير في الجزء الثالث لمن أراد أن يرجع إليه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ناسا من أمتي يرتدون قمص هو القميص الأبيض، منها ما يعلو الصدر ومنها ما يدنوه، إلا عمر بن الخطاب جاء بثوب يشتره، فقالوا: ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الدين. الدين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا حق فطنة، إما أشوف اللبس أبيض علي وسترني. شاف سيدنا عمر بن الخطاب برضو لبس جلباب أبيض، فقال له: أغسيل ده ولا جديد؟ قال له: غسيل يا رسول الله. قال: البس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا. واللبس ما يكون ساتر المرأة ادركوا أمن وأمان، وأعظم الأمن أولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله أعلى وأعلم. أم محمد حضرتك، إذن هو إدراك أمن ورفع عليكي وتحقيق أماني واستجابة الدعوة، لكن أوصيك دائما بكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. إن ما فيش أعظم ولا أفضل ولا أكرم من إن ربنا يرضى عليك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حديثي في الصباح. ودائما انظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرد علي الحوض أناس من أمتي لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة علي. صحيفتك كل يوم لك صحيفة لا تعود إلى قيام الساعة، فهل جعلت في صحيفتك هذه: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها؟ هل جعلت في الصحيفة بتاعتك 100 تسبيحة؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله 100 مرة، دي صحيفتك مش هترجع إلى يوم القيامة، حطيت فيها صدقة، حطيت فيها تسبيح 100 تسبيحة ب1000 حسنة، مليتها، حطيت فيها صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان تدرك الأمن والأمان والرحمة. والله أعلى وأعلم. أم محمد. أيوة يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ابني شاف كذا رؤية ثلاثة كده عايز أقولهم لحضرتك. اتفضلي يا فندم. الله يخليك. الأولاني شاف في الرؤية الصحابي الجليل معاذ بن جبل وفي حوار كده مع حد. الرؤية الثانية معايا حضرتك؟ معاك يا فندم اتفضلي. الرؤية الثانية هو والده متوفي من 15 سنة رحمة الله عليه، الله يرحم الجميع، وابن عم والده لسه مات في رمضان. فبيقول أنا شفت رؤية إن أنا شفت ابن عم والدي ده، يعني احنا عمه وقعد فترة تعبان جدا وبعدين توفي. بيقول لي سلمت عليه وبقيت فرحان وبصته وقمت بصت رجليه كمان، بصيت لقيت بابا طالع جاي كده وفرحان أو بيضحك ومبسوط جدا جدا جدا. الرؤية الثالثة بابا كان فرحان جدا ومبسوط سعيد جدا. أنا هقول لك ليه، لأن الفرح ده طب كملي اتفضل. الرؤية الثالثة بيقول يا ماما أنا شفتك في الحمام بتشطفي بس في نار طالعة من الحمام، أنا داخل لقيت النار طالعة وقعدت أطفي فيها لغاية ما طفيتها والحمد لله رب العالمين. تابعيني يا فندم، وكل الرؤيات جميلة ومش فيها حاجة تقلق، تابعيني.
ان هو يشوف في الرؤية سيدنا معاذ بن جبل، وهذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. يسير على نفس الضرب. وأما عن عمه اللي هو شاف أنه بيسلم عليه والسلام، إذا التقى المسلمين فتصافحا تساقطت ذنوبهما قبل أن يتفرقا، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن كده. طب والسلام للميت، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. إذن السلام يدل على إدراك الرحمة وإن شاء الله بالجنة للميت وللحي بمغفرة الذنب، وأن يجد والده مبسوط وسعيد يقول الحق: وأما الذين سعدوا ففي الجنة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. والله أعلى وأعلم. ناخذ الأستاذة أحلام من اسكندرية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. أنت بخير يا فندم، ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك. أنا عندي لو سمحت، أنا حلمت إن أنا في بيت والدي مش في بيتي أنا. تفضلي يا فندم. والدي متوفي رحمة الله عليه، الله يرحمه، وحلمت ان هو قاعد على كنبه كده قدام الشباك، وليا اخ برضه اكبر مني متوفي، لقيته قاعد على مكتب معاه ورق بيكتب فيه، فالجرس الباب ضرب، انا قمت افتح لقيت اتنين شباب على الباب معاهم ظرف اصفر، سالوني على اسمي احلام عبد الله ظاهر، ايوه انا احلام، قالوا لي طب اتفضلي، ادوني الظرف، بقول له ايه ده حضرتك؟ قال لي ده جواز السفر بتاعك. فأخدت الظرف ودخلت بفتح الظرف، لقيت فعلا جواز سفر، فبفتحه ما لقيتش فيه صورة، يعني طبعا الباسبور بيبقى فيه صورة، ما لقيتش فيه صورة، مكان الصورة فاضي. فأنا رحت مدارية الباسبور كده، وأخويا بيقول لي إيه ده؟ قلت له لا لا مفيش حاجة، ده الناس خبطوا غلط، بس دي الرؤية اللي أنا شفتها. بس في رؤية تانية أنا يومين ورا بعض شفتها، يومين بعد ما بصلي الفجر. ان انا حاجه حاجتين كبار حضرتك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، الله يكرمك. بحلم ان انا لابسه كفن، كفن ابيض بس وشي مكشوف، وماشيه في المقابر، ورحت رايحه داخله جوه القبر، والقبر اللي انا مشيت فيه ودخلت وقعدت فيه القبر اللي مدفون فيه زوجي، ورحت قاعده ومستربعه في القبر كده وقعدت، فببص لقيت القبر نور يعني واسع، فقلت الله، امال الواحد كل ما يدعي يقول اللهم وسع لي قبري، اللهم نور لي قبري، ده ما هو نور اهو وواسع، بس كنت خايفه جدا جدا، يعني خوف رهيب كاني انا داخله امتحان ثانويه عامه، او انا خايفه، خايفه جدا. استاذه احلام اتفضل، هنبدا بالرؤيه دي الاول. الكفن ده ستر، الكفن ده ايه؟ ستر. والقبر اللي بينور ده عمل الإنسان والصلاة وطاعته لربنا والخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن أنا أشوف إن أنا في الكفن ده ستر، وأشوف إن أنا في قبري وقبري منور، ده حسن حالي وحسن عملي. كل واحد ده عملك ليكن جليس معك في قبرك، العمل. الله يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لمثل هذا فليعمل العاملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. العمل، كتابك، رصيدك اللي انت بتحطه، والحسنات هتلاقيه مدخر لك عند ربك. ولما تشوف ان والدها في الرؤية التانية في البيت هو واخوها وقاعدين في مكان في رفعة، لان البيت ستر، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والسكن والاستقرار للميت هو استقرار في الجنة،
والسفر اللي هي شافت اتنين شباب ضيوف بيدخلوا عليا، ما داش هي الضيف ده، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، كان داخل بالبشرة، والسفر سفر ذكر في القرآن، أيوة، وآخرون يضربون في الأرض، يعني سفروا يبتغون من فضل الله، يبقى هناك رزق. حتى الرجل راح للإمام الشافعي قال له أنا رزقي مقطر في البلد اللي أنا فيها، قال له بيتين من الشعر: سافر تجد عوضا عمن يفارقه، فإني وجدت وقوف الماء يفسده، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست. ده رزق تدركينه إن شاء الله. لكن نرجع للست اللي كانت بتكلمني، اللي هي شافت، اللي هي الست بتاعت اسكندرية، اللي هي شافت إن هي في الحمام، وشافت إن هي بتتطهر بالماء، وشافت إن هناك نار خرجت وابنها طفها. أما عن إن أنا بأتطهر بالماء، يبقى أنا ربنا بيطهرني من الذنوب، وربنا بيغفر لي ذنبي إن شاء الله. وأما عن النار التي تطفأ، فهذه فتن تخمد، فهذه فتن تزول، وهذه محن تزول. والله يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، والله أعلى وأعلم. أستاذة حسناء من الفيوم، اتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نوطي التلفزيون شوية؟ يا حلمان يا شيخ، كنت عايزة أقولهم لك. التلفزيون توطي شوية ممكن أستاذة حسناء؟ أيوة خلاص وطيت. اتفضلي. كان حلمت يا شيخ النهاردة أنني شعري نص طويل، ويعني طلبت أن أنا أقصه. اللي قصت لي بقى قصت لي نص شوية قصير ونص طويل. بس ده تقول لي ايوه انا حابه قصير كده. ماشي. وفي حلم تاني كل شويه بحلم انني لابسه فستان فرح، مثلا طويل او مره قصير. واخر حلم حلمته انني برضو لابسه فستان فرح، والعريس يعني خالي. يعني كان خالي العريس. خالك ده استاذه حسناء، خالك ده حني واحد عليكي؟ يعني كويس، لما بكون ظروفي تعبانه او حاجه يعني بيرقف بيا. يعني ما هو احنا اصل الناس فاكره الجواز ده سعه في الرزق، النكاح مفتاح الايه؟ الرزق. فهناك من الخال ما هو بمثابه الاب، ان هو هل انا اما بتزنق بلاقيه قدامي؟ بقى ميل عليه. طيب يعني هو معايا يعني مرتاح ماديا، بس سواي انا احتاج له وسواي لا. بس الحلم ده بقى بيتكرر معايا، وقبل كده حلمت يا شيخ. طيب واما عن الشعر الطويل، ايوه، انت قولي لي حضرتك انت عندك كام من الذريه؟ عندي ثلاثة، جوز بنات وولد. متعددين الاعمار طبعا. عندي 14 سنه، 10 سنين، 5 سنين ونص. انت عارفة انا سألتك ليه؟ ايوه، عشان ما يطلعناش حد كده يقول لنا يعني ده عندها شعر قصير وشعر طويل. أيوة. بنقول له اصل الشعر ده للمرأة زينة، مش كده؟ ايوه. الشعر للمرأة ايه؟ ايوه زينة. والزينة مال وبنون، المال والبنون زينة الحياة الايه؟ الدنيا. فانت ما بتشوفي شيء من شعرك قصير وشيء طويل، فدي الزينه اللي ربنا مديها لك في اولادك. طب انا عايزه احافظ على اولادي دول يا استاذه حسناء، عايزه اولادي دول يكونوا في امن وامان وفي خير وفي سعاده. نفسك ابنك، وبقولها لك لاول مره على الهوا، انت دكتور وعايز ابنك يبقى دكتور زيك، انت مستشار وعايز ابنك يبقى مستشار زيك، انت مهندس وعايز ابنك يبقى زيك. انتوا عارفين سيدنا موسى طلب لاخوه ان يكون يبقى نبي، عارفين ليه؟ لكل واحد. نفسك ابنك يبقى زيك في المكان اللي انت فيها، راجل اعمال عايز ابنك يبقى راجل اعمال، مهندس، دكتور، صاحب منصب، عايز ابنك يبقى زيك في المنصب ده. عارف تعمل ايه؟ نشوف سيدنا موسى لما طلب ان اخوه يبقى نبي،
هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرة. أنا عاوز ابن أخويا يبقى نبي زيي. سيدنا موسى بيقول لربنا كده علشان يسبح ربنا ويذكره ربنا، إنك كنت بنا بصيرة، عارف حقيقتي؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. المرة الأولى منينا عليك إن أنت نبي، والمرة الثانية نجعلنا لك أخوك نبي. أنت نفسك ابنك يبقى زيك، علمه التسبيح، علمه ذكر ربنا إن هو يكون حريص عليه، هيبقى في نفس المكانة بتاعتك زي ما سيدنا موسى طلب من ربنا إن يكون أخوه في نفس الرفعة عشان يذكر ربنا. كي نذكر كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى. والله أعلم. أستاذ محمود من القاهرة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت في رؤية مولانا شفتها من فترة، ألا وهي أن إرهاصات الساعة قائمة والناس في خوف شديد منها جدا جدا، ولي أخت هي أرملة قاعدة بتتكلم مع واحدة في الشارع يعني غير مكترسة، مش هممها اللي بيحصل كله. وأنا كان ليا جاكيت عندها، فخدت الجاكيت من عندها وقمت منفضه من التراب وقمت خدته. ففي يدي قدرة دائما وأبدا بشوفها معايا، يعني يد القدرة دي دائما وأبدا براها معايا في كل. بتشوف ايه؟ يد قدرة، يد قدرة معايا. ايه الكبرى؟ يد قدرة. يد، ايوه ايوه، يد قدرة دائما وأبدا بشوفها معايا في كل الرؤى بتاعتي. نعم. فقيل لي وفي إيدي سبحة بأصلي بها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله. فقال لي غمض عينيك واستمر في الصلاة على سيدنا النبي علشان ما تشوفش الأهوال اللي بتحصل دي كلها. وفعلا غمضت عيني ويد القدرة خدتني من هذا المكان إلى مكان آخر مختلف تماما تماما، إلى حياة تانية، دنيا تانية خالص. ونزلت بيا في بيت، البيت ده بتاعي أنا، ليه شباك وأنا مستمر في التسبيح والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنا، ثم عليه وآله. وببص من الشباك الأرض اللي أنا ببص عليها دي، الأرض بتاعتي أنا شديدة السواد، شديدة الخطبة الخصبة، خصبة جدا جدا جدا، الاستمر بتاعها شديد. وفي زي طائر أبيض، طيور بيضة بتمشي فيها، وفي ستتين امرأتين ماشيين بيرموا الحب فيها فقط لا بد. أستاذ محمود أفندم تابعني، وأنا مش عايز أقول لك أنت شغال إيه أو ما يهمنيش مكانتك إيه، إنما اسمع تفسير لو سمحت، واسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه يا اللي أنت بتصلي عليه. أستاذ محمود يرى أهوال يوم القيامة، وهذا هناك حديث. شوف سيدنا النبي بيقول إيه وأنت عمال تصلي عليه يا أستاذ محمود في الرؤية. إن أنجاكم من أهوالي يوم القيامة. مين؟ أكثركم علي صلاة. إن أنجاكم من أهوالي يوم القيامة أكثركم علي صلاة. والأرض الخصبة الخضرة اللي فيها رزق، بس فيها طير تختلف علشان الطير. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. طير هنا وهناك طير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطير هناك من الطير ما يدل على العمل، وما يدل على الملك، وما يدل على كثرة العطاء. والأرض اللي أنا بأشوف فيها اتنين بيزرعوها، ودي دنيا. المرأة في الرؤية دنيا، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج امرأة متزينة وتندى على سيدنا النبي، وسيدنا النبي مش أجابها صلى الله عليه وسلم، قال يا جبريل من هذه؟ قال هي الدنيا. والأرض اللي بتخضر ده رزق لي حاخده. أيوة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هناك رزق. وانت شفت يا أستاذ محمود بنفسك، ده حديث سيدنا النبي يا جماعة، وانا بقوله لكم على الهوى، شف أهوال يوم القيامة، والنجاة كانت بالسبحة.
وعمال يصلي على سيدنا النبي. والحديث بتاع سيدنا النبي إن أنجاكم من أهوال يوم القيامة أكثركم علي صلاة. إحنا نفسنا نبقى في السعادة بكثرة الصلاة على سيدنا النبي. نفسك ربنا يقضي لك أمرك عليك بكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه على أن نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 6 مساء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.